ازيكم؟ النهاردة هنحل امتحان المتر بتاع السنة دي 2021. أول حاجة هنبتدي بتشوز السؤال الأول. السؤال الأول بيقول the value of determinant، مديني determinant سالب A B سالب C D. ما تخوفناش ابدا، الرموز هنتعامل معاها كانها ديترمينان عادي بارقام ونحله. طب هنحله ازاي؟ اول حاجه بنقول القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي. القطر الرئيسي اللي هو ايه؟ سالب A في D ماينس القطر الثانوي اللي هو P في سالب C. يعني سالب A في D يبقى سالب A D سالب في سالب بموجب B C، تمام؟ او سي بي، هي هيبقى الاختيار رقم بي. طيب السؤال رقم 2 بيقول for the following system of equations، مديني 3 equations 2 x زائد 3 y بتساوي 1 زائد z و 4 x ناقص 5 بتساوي سالب y، ومديني 3 x ناقص الاتنين واي زائد خمسة زد بتساوي 21. قلنا أول حاجة لما نشوف المعادلات بنعمل ايه؟ بنرتب المعادلة. طب تعالوا نرتبها. أول معادلة 2 اكس زائد 3 واي ناقص زد بتساوي 1، عشان ندخل الزد الناحية التانية بعكس الإشارة. وبعدين 4 اكس زائد واي بتساوي 5. المعادلة الثالثة 3 اكس ناقص الاتنين واي زائد الخمسة زد بتساوي 21. كده احنا رتبنا المعادلة. السؤال التاني بيقول ان هو عاوز the determinant of coefficient delta is defined as. الدلتا هنجيبها ازاي؟ هنقول نحط هنا الاكس والواي والزد. الاكس 2 4 3، الواي بتلاتة 1 سالب 2، الزد بسالب 1 0 5. يبقى هيبقى الاختيار رقم بي، تمام. السؤال التالت هو هنا عاوز دلتا اكس. هنجيبها ازاي؟ هنقول هنحوش العمود بتاع الاكس ونحط مكانها قيم الحد المطلق اللي هي كام؟ 1 و5 و21. ونحط الواي والزد زي ما هي 3 1 سالب 2، ونحط سالب 1 0 5 زي ما هي. يبقى دي قيمة الدلتا اكس، هيبقى الاختيار رقم بي. طيب السؤال رقم 4 بيقول لي using Cramer's rule the solve the system of equation x is equal to. عاوز قيمة x. قيمة x هتساوي ايه؟ دلتا x على دلتا. طيب تعالوا نجيب دلتا اكس ونجيب دلتا. طب دلتا اكس هنجيبها اهو من فوق. هنقول ايه؟ موجب سالب موجب، وبعدين نبتدي نحل، تمام. نقول الواحد ونعمل محدد من الدرجة التانية، 1 0 سالب 2 5، وبعدين سالب 3 ونعمل محدد من الدرجة التانية نحط فيها 5 0 21 5، وبعدين نعمل محدد تاني من الدرجة التانية هنحط فيه 5 1 21 سالب 2، وبعدين نبتدي نحل عادي خالص. هنقول 1 1 في 5 ب5 ناقص 2 في 0 ب0 سالب 3، ونقول 5 في 5 ب25 ماينس 21 في 0 ب0 سالب 1، 5 في سالب 2 بسالب 10 ماينس 21 في 1 ب21، وبعدين 1 في 5 ب5 سالب 3 في 25 تبقى سالب 75، بعدين سالب في سالب بموجب سالب 10 وسالب 21 تبقى سالب 31، في سالب 1 بموجب 31 هتدينا كام؟ سالب 39، تمام. طيب نجيب، احنا كده جبنا الدلتا اكس، دي الدلتا اكس. طب نجيب الدلتا،
الدلتا كان ايه المحدد بتاعها؟ 2 4 3 3 1 سالب 2 وبعدين سالب 1 0 5. نجيب المحدد بتاعها او نجيب نحلها، يعني نقول موجب سالب موجب ونحل، نقول 2 ونفتح محدد نحط فيه 1 0 سالب 2 5 وبعدين سالب 3 ونعمل محدد 4 0 3 5 وبعدين سالب 1 ونعمل محدد نكتب فيه 4 1 3 سالب 2 نحل 2 نقول 5 × 1 × 5 − 0 سالب 3 4 × 5 = −0 سالب 1 4 × سالب 2 = 8 − 3 × 1 = 3. هنقول 2 × 5 = 10 وسالب 3 × 20 = 60 وبعدين سالب 1 في سالب 11 تبقى موجب 11 هتديني في الآخر −39. دي هتبقى قيمة دلتا. طيب يبقى قيمة اكس هتساوي ايه؟ دلتا اكس على دلتا هتساوي كام؟ −39 على −39 هتديني 1، هيبقى الاختيار رقم سي. بعدين السؤال رقم 5 عندي. السؤال رقم 5 بيقول using Cramer's rule the formula to obtain x is a system of linear equation is given by. يعني x هتساوي ايه؟ هتساوي دلتا x على دلتا، هيبقى الاختيار رقم B. طيب السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول the multiplication of matrix جايب 2 matrix 2 1 0 1 4 1 وجايب matrix تانية 4 1 2 وبيقول لي ناتج الضرب بتاعهم هتساوي ايه؟ زي ما اتفقنا قلنا هنكتب دي الديجري بتاعتها كام؟ 2 في 3 ودي الديجري بتاعتها كام؟ 3 في 1. ينفع الضرب وهيدينا matrix من النوع 2 في 1، دي الناتج. تمام؟ يبقى هنقول 2 by 1 matrix هتبقى الإجابة رقم B. السؤال رقم 7 if the order of matrix A is، لو عندي الديجري بتاع matrix A هتديني كام؟ 1 في 4. تمام؟ بيقول matrix دي هنسميها ايه؟ طيب matrix دي بتتكون من صف 1 و4 أعمدة. تمام؟ يعني هتبقى شكلها كده. دي شكل matrix A، دي اسمها بنسميها رو فيكتور. تمام؟ لأنها بتتكون من صف 1 وكذا عمود فهنسميها رو فيكتور، هيبقى الإجابة رقم A. بعدين السؤال رقم 8 بيقول the inverse of the matrix جايب matrix 8 4 8 4 6 3 وبيقول لي الانفرس بتاعتها بتساوي ايه. طيب اول خطوة في الانفرس نتأكد عشان نجيب الانفرس انها مربعة، طبعا دي مربعة. طيب تاني خطوة ان قيمة المحدد بتاعها لا تساوي صفر. طيب نضرب 8 × 3 = 24 ناقص 7 × 6 = 24 دي هتساوي 0. معنى كده ان هي ملهاش انفرس، يبقى هنجاوب الاختيار رقم دي undefined. السؤال رقم 9 بيقول if we have two matrix A عندي 2 في 3 و B عندي 4 في 2 بيقول لي كذا اختيار، هنختار الاختيار رقم D. ليه الاختيار رقم D؟ اول حاجة الاختيار رقم D بتقول ان ايه؟ بص B and C right. ليه؟ لان B بتقول B في A is exist. طيب اف بي احنا ينفع نجيب اف بي؟ لا، لان شرط الضرب مش متوافق، فا بي isn't exist هتبقى الاجابه صح. طب وايه كمان اجابه صح؟ البي اي از اكزيست. ليه؟ لان لو جينا عملنا البي اللي هي 4 في 2 ضربناها في الاي اللي هي 2 في 3 هنلاقي شرط الضرب متحقق وهتدينا وصفها من النوع 4 في 3.
معنى كده ان الاجابتين صح، فنختار الاجابة رقم دي. بعدين السؤال رقم 10 بيقول the inverse of the matrix، عندي matrix قيمتها 5 و10 و3 و6، بيقول لي عاوز الانفيرس بتاعتها. هنجيب الانفيرس ازاي؟ اول نتأكد من الشروط. اول شرط انها مربعة، دي اجابة صح. تاني شرط نقول نجيب قيمة المحدد، 5 في 6 ب30 ماينس 3 في 10 ب30 هتساوي 0، يبقى اذا دي ملهاش برضو انفيرس. هنجيب الاختيار الرقم دي اللي هي بنسميها undefined، تمام كده. نكون خلصنا أسئلة صح وغلط. هناخد الأسئلة بتاعت true or false، تمام. تمام، أول سؤال بيقول the number of rows must equal the number of column in any determinants، هتبقى الإجابة صح. ليه؟ لان عدد في اي محدد عدد الصفوف بتاعته هتساوي عدد الاعمدة. طيب السؤال رقم 2، بيقول we can find the value of any determinant if it has any degree، ممكن نجيب اي قيمة للdeterminants from any degree. طبعا الاجابة برضو هتبقى صح لان المحدد بيطلع له قيمة. السؤال رقم 3 بيقول we can obtain the inverse of any matrix if its determinant not equal zero، هتبقى الإجابة غلط. ليه؟ لأن بيقول هنا any matrix، يعني إيه any matrix؟ any matrix يعني أي مصفوفة. طيب في مصفوفة ممكن ما تكونش مربعة، فهنا ما قالش كلمة مربعة اللي هي square، فهنحسب الإجابة غلط. ليه؟ لأنه هو كده اتحقق يعتبر شرط واحد، تمام؟ فهنحسبها غلط. طيب السؤال رقم 4 بيقول we can find the value of any determinant from third degree using two methods، الإجابة هتبقى صح، إن إحنا المحدد اللي من الدرجة الثالثة بنجيبه بتو methods اللي هما كرامر، وهنجيبه بسارس. طيب السؤال رقم 5 بيقول two matrix A and B are equal if they are same dimension and corresponding entries are equal، طبعا برضو هتبقى الإجابة صح. السؤال رقم 6 بيقول the number of rows must equal the number of columns in any matrix، طبعا الإجابة هتبقى غلط لأن عدد الصفوف تساوي عدد الأعمدة في المحدد، لكن الماتريكس مش شرط عدد الصفوف تساوي عدد الأعمدة. السؤال رقم 7 بيقول we can find the value of any matrix if it has any dimension، الإجابة غلط. ليه؟ بيقول لي ان we can find the value of any، ممكن نجيب قيمة اي matrix if it has any dimension، اللي جابها هتلاقي لان احنا اصلا مش بنعرف او الماتريكس ما بيكونش ليها قيمة. السؤال رقم 8 بيقول we can add any two matrix if they have different dimension، طبعا الاجابة غلط. ينفع ان احنا نعمل عملية جمع او طرح لو كان الدايمنشن درجات الماتريكس غير متساوية؟ طبعا غلط، لازم تكون متساوية. السؤال رقم 9 بيقول we can multiply any two matrix if the number of the columns in the first matrix differ from the number of rows of the second matrix، الإجابة طبعا غلط. ليه؟ لأن لازم عدد أعمدة المصفوفة الأولى تساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. السؤال رقم 10 بيقول a column or vertical vector is a matrix that consists of single row and many columns، طبعا الإجابة غلط. ليه؟ لأن الكولوم فيكتور أو الفيرتيكال فيكتور ده بيتكون من عمود واحد مش ميني كولومز، فتبقى الإجابة غلط، هيبقى شكله كده، تمام. السؤال رقم 11 بيقول every square matrix has an inverse، يعني كل مصفوفة مربعة بيكون لها inverse، طبعا الإجابة غلط لأن ممكن يكون
المسافة المربعة قيمتها بصفر، وساعتها مش هنعرف نجيب الانفرس او مش هيكون ليها انفرس. بعدين السؤال رقم 12 بيقول A vector is a special form of matrix but a matrix isn't a special form of a vector. الإجابة صح، لأن الفيكتور ده نوع من الماتريكس. السؤال رقم 13 بيقول If A is a dimension، لو عندي ال A dimension بتاعه 3 by 5 وعندي ال B dimension بتاعه 5 by 7، فبيقول لي ان A B هيبقى ال dimension بتاعها 3 by 7، هنقول ان الاجابة صح. ليه؟ لان هنا اولا شرط الضرب متوافق، وهيطلع لي مصفوفة من النوع 3 في 7، يبقى الاجابة صح. تمام. السؤال رقم 14 اخر سؤال بيقول We can find the function of marginal cost by finding the second derivative of the function of total cost. هتبقى الإجابة غلط. ليه؟ لأنه بيقول لي إن إحنا بنجيب المارجنال كوست بإن إحنا بنجيب السكند ديريفاتيف، لأ بنجيب الفيرست ديريفاتيف للتوتال كوست. تمام؟ يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون غلط. شكرا جدا، أشوفكم الفيديو الجاي.